يقول صاحب كتاب الثورة الصناعية الثالثة جيرمي ريفكن إن شبكة الإنترنت في المستقبل ستتيح تبادل الطاقة كما تتيح تبادل المعلومات. ليست الطاقة وحسب، إنما الصحة والتعليم وأيضا كل الخدمات، بل كل شيء، بحيث تكون كل العناصر في حياتنا مرتبطة ببعضها البعض، أو ما يعرف بإنترنت الأشياء. في دراسة صدرت عن موقع ماكينة ريسيرش أظهرت أن 6 مليارات شيء تم ربطها في الإنترنت عام 2016. فما هي فعليا إنترنت الأشياء وما هي استخداماته؟ هذا ما سيجيبنا عليه مدير مركز الابتكار والريادة دكتور أشرف بني محمد. صباح الخير لك دكتور أشرف. صباح الورد ست أستاذ. أول شيء مبروك للأردن دخوله في عالم إنترنت الأشياء الآن بصورة رسمية، صحيح؟ دخلنا صحيح، بجزء الأردن خلينا نحكي من أول الدول اللي نظمت العملية، يعني هيئة الاتصالات أصدرت التعليمات الناظمة لعمل إنترنت الأشياء، واليوم إحنا عم بنشوف يعني في توسع في قطاع بشكل عام في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تحديدا في الثورة الصناعية الرابعة، يعني في كل منتجات الثورة سواء الكلاود كومبيوتينج أو البرمجة السحابية، إنترنت الأشياء، خلينا نحكي يعني التصنيع الرقمي. فاليوم حتى تخصصات الاي اي الذكاء الاصطناعي اليوم موجوده عندنا في الجامعات الاردنيه. طيب شو رايك دكتور نبلش من البدايه نشرح للناس فعليا ما هي انترنت الاشياء، هذه التقنيات لوين ممكن توصل بنا؟ يعني اولا انت تفضلتي وحكيتي بالبدايه، هي يعني هي اشياء، فكلمه شيء اي شيء، فاليوم عم نحكي انه اي شيء ممكن يكون مرتبط بالانترنت، بغض النظر شو هو الشيء، ممكن يكون السياره، ممكن يكون الثلاجه، الغساله، ممكن يكون الطريق، ممكن يكون الميه، الخزانات، كل الاشياء اللي خلينا نحكي اي شيء اليوم موجود له بيكون له عنوان على الانترنت معرف وبنقدر نوصل له من خلال شبكات الاتصالات. اللي بيفرق احنا في العاده زي ما بتعرفي احنا بنتعامل مع اجهزه، يعني احنا بنتعامل مع الكمبيوتر بس، لكن اليوم بدنا في انترنت الاشياء، هاي الاشياء بدها تحكي مع بعض، فبدي يكون عندها قدره مثلا على سبيل المثال الطريق تحكي مع السياره، الغساله تحكي مع خلينا نحكي الثلاجه، مع الكالندر، مع السياره، مع السوق. فهاي بكل بساطه يعني شو عم بنفكر او شو هو انترنت الاشياء. يعني خلينا نحكي انه عم نخلق لغه بين الاشياء حتى تستطيع ان تتماهى وتتناغم، وحتى نستطيع انه نخليها تشتغل بتناغم مع بعضها. كيفيه ربط هذه الاشياء ان كان من خلال الانترنت او حتى بالاشياء نفسها، هل في بنيه تحتيه احنا بنحتاجها فعليا؟ اكيد، يعني اليوم عم نحكي يعني خلينا نحكي شويه بس ببساطه، يعني بدناش ندخل تكنيكال لكن نحكي شويه ببساطه. اليوم اولا بدات العمليه هاي من لما تحولنا من عناوين الادرس الانترنت ادرسز او عناوين الانترنت من اي بي في 4 لهلا عم نحكي عن 6، فاحنا بدنا كل شيء يكون له عنوان على الانترنت، يعني بقدر اوصل له. فاليوم موبايلي بكل بساطه له عنوان، جهازنا له عنوان، اليوم كل الاشياء لها عنوان على الانترنت، بقدر اخلق لها عنوان على الانترنت واخلق لها معرف. هلا هدول بدهم يتصلوا مع شبكه، الشبكه يا اما بدها تكون شبكات العاديه اللي احنا بنعرفها، شبكات خلينا نحكي الواي فاي او شبكات الميني واي فاي او اللاي فاي الجداد، او خلينا نحكي اي نوع شبكه اللي تقدر من خلاله توصل للانترنت، هلا اللي تقدر تحكي مع جهاز. فهذا بده يكون كمان بعديه وبده يكون في عندنا خلينا نحكي كمبيوترات قادرة على معالجة الأوامر، قادرة على بنية الاتصال. طبعاً وبدها برمجيات علشان نقدر نحلل البيانات وتساعدها في اتخاذ القرار. فبنقدر فمثلاً على سبيل المثال يعني الثلاجة بتقدر تعرف إنه مثلاً والله على سبيل المثال اليوم شو في ناقص عندنا بالبيت، وتقدر تعمل الطلبية هاي لحالها بدون تدخلي أنا كإنسان. نفس الشيء البيت يعني الأجهزة الذكية الموجودة بالبيت بتعرف متى بروح، متى بتشغل التدفئة أو متى بنطفي التدفئة.
لما كنا نشوف هاي الأشياء يعني في الأفلام كنا نحس إنه هذا رح يكون يعني بيحتاج إلى سنوات وسنوات عشان نوصل لهاي المرحلة إنه كل الأشياء بتشتغل لوحدها فعلياً. طيب أنا بدي أنتقل يعني دكتور أشرف لموضوع إنه كيف ممكن نستغل هذا الموضوع إن كان لصالح الشباب عندنا، يعني زي ما قلت ما بدنا نفوت تكنيكال كتير لحديت ما نعرف من هم الأشخاص القادرين على تشغيل هذا الموضوع. هل فعلياً الأجهزة رح تصير تشتغل وإحنا ننشغل بالتفكير بأشياء أخرى بدل هذا الشغل اللي كنا نشتغله إحنا كأشخاص؟ بالضبط إسراء، يعني جزء حكيتي شغلة كثير من اليوم إحنا بدنا إعادة تعيين لكل الوظائف الموجودة لأنها كلها عم تتغير. اليوم لما الأشياء البسيطة اللي كنا عم نشتغلها زي ما تفضلتي هاي ما رح يعني ما رح تكون جزء من الوظائف الموجودة في المستقبل، فعلشان هيك اليوم احنا عم نحكي في كثير وظائف اليوم رح تنخلق في هالمجال، وهي بتشمل يعني من التصنيع، تصنيع الأجهزة والمستشعرات، الشبكات، البرمجيات، لحد يعني فقط البرمجيات. يعني انت عم تحكي عن صناعة كبيرة جدا، فاليوم هذا شيء بيميزنا الحمد لله. في عندنا شباب خلينا نحكي على درجة عالية من التعليم، لكن بدنا نعمل ريسكيلينج او اب سكيلينج، نرفع المهارة بمعنى بالضبط نرفع المهارات، نغير الطريقة اللي عم نشتغل فيها جزء. عشان هيك عندنا هلا اليوم بالأردن في عندنا شوية مجموعة جامعات عم تشتغل على تخصصات جديدة، عم نحكي عن ذكاء اصطناعي وهذا تحدي كثير جاي، عم نحكي عن سكيورتي، عم نحكي عن تجربة مستخدم، عم نحكي عن برمجيات، لغات برمجة جديدة اللي تقدر السوق كبير إسراء. يعني إحنا عم نحكي عن سوق متوقع يعني السنة هاي، جزء أنت فضلتي وحكيتي شوية أرقام، حكيتي رقم إنه 6 مليار جهاز كانوا بال 2016، اليوم إحنا بال 20 عم نحكي عن أكثر من 20 مليار جهاز، شيء مرتبط أكثر من الضعف. حجم الصناعة، حجم الصناعة اليوم عم نتوقع السنة هاي يعني يكون حجم الإنفاق عليها يتعدى تريليون دولار، يعني نحكي عن 1000 مليار. العائدات السنة هاي كانت أكثر من 200، أكثر من 20 عائدات في قطاع بس الصحة، ما عدا عم نحكي عن أوفر أول تقريبا 212 مليار. فاليوم في فرص يعني زي أي صناعة ثانية. نعم، يعني احنا بنتحدث كمان ايضا عن الامن السبراني، عم نتحدث عن تخصصات ممكن انه هي يكون مغريه للشباب لفرص العمل. قد ايه برايك ممكن تفتح باب للعمل بالنسبه للشباب وحتى للشركات، خاصه انه الاردن رائد في مجال التكنولوجيا، يعني حتى المشاريع الرياديه عم بتكون اكثر لهذا الموضوع وفي محفزات، فكيف ممكن نستغل هاي الفرصه؟ يعني كثير مهم اللي تفضلتي فيه. واحد، احنا اليوم عندنا بنية تحتية ممتازة بقطاع الاتصالات. اثنين، عندنا شباب مؤهل. ثلاثة، اليوم عندنا جامعات عم بتحاول تتغير. جزء الشغل اللي يعني كمان يعني كمان الوزارات عندنا عم تشتغل، يعني بدي احكي مثلا وزارة الاتصال والرقم والرياضة اليوم عندهم مشروع اللي هو الواي تي جي للشباب والوظائف المستقبل. هذا يعني مشروع مرصود لأكثر من 100 مليون علشان إعادة تأهيل شبابنا الأردني بما يتوافق مع خلينا نحكي السوق اللي جاي وهل التخصصات اللي راح تكون موجودة. اليوم هاي فرصة، لكن مرة ثانية الفرصة هاي زي ما تفضلت بدنا نستغل. اليوم لسه حجم الشركات الناشئة الأردنية في خلينا نحكي تحديدا في المجالات في الثورة الصناعية الرابعة بعدها محدود. هلا عندنا تشريعات بتساعد، اليوم عندنا كثير حوافز للشركات اللي عم تنشأ في القطاع خلينا نحكي قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. لكن مره ثانيه اليوم هي علشان نقدر نستغل هذا الحكي، اليوم بدنا نعيد تأهيل مهارات، بدنا نعيد خلق مهارات، لانه رح تختفي كثير وظائف من السوق. وبنفس الوقت هذا الديماند ليس اردن، يعني اليوم مش الحاجه اردنيه للمهارات، اليوم الحاجه عالميه. فالفرصة كبيرة، لكن مرة تانية هل إحنا جاهزين لإلها؟ هلأ في مجموعة من المشاريع بجوز، يعني حكينا عن وزارة الاتصالات والرقمية، بس كمان هيئة تنمية المهارات التقنية عم تشتغل كمان على برنامج، وزارة العمل عم تشتغل على برنامج، وزارة الشباب كمان اليوم داخلة في موضوع إنه كيف بدنا نساعد الشباب الأردني ونعيد تأهيله في قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع خلينا نحكي احتياجات السوق، وليس السوق المحلي، لأن سوقنا المحلي مرة تانية كثير محدود. احنا بنحكي عن السوق العالمي.
نعم دكتور أشرف، سريعا هل ممكن نحكي كمان أيضا عن ما هي القطاعات التي من الممكن أنه تستقطب إنترنت الأشياء بشكل أكبر من قطاعات أخرى، خاصة عندما نحكي عن الصحة، عن التعليم، الآن التعليم عن بعد مع جائحة كورونا، يعني تداخل هاي القطاعات، هل المعلم يجب أن يفهم مثلا بالآي تي وأن يطور مهاراته، هل الدكتور ولا في شخص ثالث يجمع بينهم عشان نفهم الخريطة؟ أكيد يعني هلا ما في يعني أبدا يعني كل لازم يعرف هذا الحكي، يعني بغض النظر معلم دكتور وبدنا نتعلمهم. يعني اليوم إحنا في الجامعات عم بنعيد كمان تعليم وتأهيل الأساتذة عنا على دكاترتنا على التكنولوجيا نفس الشيء المدارس. بدي أرجع أحكي لك القطاعات. هلا الإنفاق العالمي على ثلاث قطاعات أساسية، يعني خلينا نحكي 50% من الإنفاق العالمي السنة الماضية كان على ثلاث قطاعات: قطاع التصنيع، قطاع اللوجيستكس اللي هي بشكل عام النقل والبنية التحتية تبعت النقل، لأنه اليوم قطاع السيارات الذكية عم بكبر، فالشوارع والأشياء هاي لازم تكون متوافقة مع هذا. القطاع الثالث هذول الإنفاق الحالي، والقطاع الثالث اللي هو خلينا نحكي قطاع اليوتيليتيز، يعني لأنه عم نحكي اللي هي الخدمات بشكل عام زي المية والكهرباء، هدول يعني مصادر محدودة جداً. فاليوم هدول المصادر كثير مهم يكون في إنترنت أشياء تكون كلها كل الشبكات مترابطة مع الإنترنت بحيث إننا نستغلها بشكل أكبر. لكن اليوم القطاعات اللي عم تنمو بشكل واضح قطاع الصحة، قطاع الزراعة، وهدول القطاعات إذا بتتذكر يعني هدول في عليهم تركيز كبير من الأردن من جلالة الملك ل الحكومة اليوم عم تشتغل على هذول القطاعات، فهذول القطاعات كثير مهمة اليوم إن نشتغل عليها. يعني هاي بشكل سريع الأشياء الأساسية. نعم، يعني من الواضح إنه إنترنت الأشياء ستساهم بالنوعية ولا في كم الإنجاز برأيك أكبر؟ شوفي راح تغير بشكل كبير أولاً في نوعية حياة، يعني في نوعية كل حياة، نوعية كاملة. اليوم الشركات مدفوعة خلينا نحكي تقليل التكاليف واستغلال المصادر بشكل أمثل، فأكيد رح تغير بنوعية حياتنا باستغلالنا لها المصادر. والشغل الثاني الكمية، اليوم إحنا متوقعين أكثر من 75 مليار أداة تكون موجودة خلال يعني سنتين مرتبطة مع بالإنترنت، من السيارات، من الأجهزة اللي عندنا بالبيت، من شبكات المياه، من شبكات الاتصال، من كل شيء. نعم دكتور أشرف، رح أكون صريحة معك يعني هيك مجتمعياً أكثر، إحنا كان في عندنا مشكلة مجتمعية حتى في موضوع اللقاح، إنه يقولوا بدهم يحطوا لك تشيب ويصيروا يلحقوك وين ما كان. لما تيجي بدك تقدم لهم إنترنت الأشياء وكأنه الأشياء إلى حد ما ستكون مرتبطة بشكل كبير جداً، كمية الخطر وكمية الأمان ويعني تقبلها مجتمعياً، هل ترى أنها بحاجة أيضاً إلى الوقوف لتقديمها؟ يعني شوف في النقطة حساسة، أولاً الجزء يعني الإشاعات اللي عم تطلع هاي ما إلها معنى بصراحة، يعني علمي هلا في أوردي من زمان في تشيبس تزرع في البني آدمين، لكن تزرع لأكل المؤشرات الحيوية علشان الإنسان. موضوع إنه اللقاح فيه تشيب هذا غير منطقي، غير حقيقي تماماً، وأتمنى إنه يعني يسمح هيك إشاعات يروح يدور ويقرأ من مصادر علمية. يعني خلينا اليوم صحيح في تحدي، كل الاشياء راح تكون مرتبطه، لكن احنا اليوم موبايلنا مرتبط، احنا واحنا عم نتحرك اليوم احنا معروف كيف عم نتحرك. نعم، سيارتنا مرتبطه مع الموبايل، البيت مرتبط، كل شيء مرتبط على الشبكه. هلا السكيورتي هاي يعني علشان هيك تخصص السكيورتي هلا يعني واحده من اكبر التحديات، انه احنا نحافظ على الشبكه هاي تبعت انترنت الاشياء من الاختراق، وهذا شيء طبيعي زي اي شبكه موجوده. نعم، يعني بتمنى لو كان معي وقت أكثر للحديث. الدكتور أشرف بني محمد مدير مركز الابتكار والريادة، شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير.